ولكن تاريخه كبير الحقيقة، عنده 396 مباراة في مشواره. أدي فاول وصفرة حكم اللقاء خوزيه هرنانديز، وأول مسافة بعيدة سواريز تصويبة ولكن خارج القائم الأيمن. سواريز دوره الكبير امام ريال مدريد. وادي ألبا من جديد انطلق، عدى ومر وفات. اول الاهداف ولا ايه؟ اول الاهداف ولا ايه؟ عملوها وباقدام سواريز سجلوها. الله 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 الله، كيف يترك حر طليق؟ كيف يترك حر طليق وهو افضل من يعرف الطريق؟ نعم يسجل سواريز. تاني الى سواريز، هيعدي هيفوت هيباصي ولا هيشوط بالعرض من جديد. تطلع على طول، ادي اماميه نطت على الارض عملت مشكله، ادي الانطلاقه والسرعه. فاول فاول لصالح التكتيك. تاني على طول، يا ولد كوتينيو هيعدي تاني، بضغط تاني وانقاذ فايو كانو سريع على طول، لكن في توقيت مال الجميله. يا ولد العيب معموله حلوه قوي، اقصى اليسار تريخو ولا ركنية على طول سريعة، زاوية العكسية بيكي يدوب يسند مونشن جلادباخ هناك في ألمانيا. تاني على طول وانجا تصويب، حاجة من اللي بتحصل على مر التاريخ مرة ولا مرتين. هذه الانطلاقة تاني سيرجي روبرتو، سيرجي حرك له تاني على طول. غريبة والقليلة، آخر ثلاث مرات لم يفز كان في مايو 2011، ضربة الرأس من مايو 2011 من سبع سنوات البرشا كانت آخر مرة. الله الله، انطلاقة رائعة ومن جديد راكيتيتش والعرضية الجميلة، فرصة هدف. مدافع إشبيلية السابق المدافع الفرنسي عميقة هذه المرة، ولكن دي هجوم معاكس. هذه الانطلاقة فرصة هدف أول، هدف أول، هدف أول، هدف أول. مش ممكن مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول، بيضيع البرشا. هذه الانطلاقة من جديد لينجلو على طول، أدفين كولا بعرض الملعب ضغطين، فرصة تصويب يا ولد يصوب. الله 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 الله، عملوها خلصوها وفي مرمى البرشا سجلوها. فرحة وأي فرحة، فرحة وأي فرحة، إقدام وأي إقدام، كلهم طلعوا لقدام. فايوكانو تعظيم سلام، واحد واحد، هدف أول مشاهدينا الكرام. أداء رائع، أعتقد كده أعتقد كده، خاصة بعد الهدف خدوا حبول. مش معقول، مسيطرين مستحوذين. لا 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 لا، تاني من جديد، عرضية عرضية، وكان مسيطر سيطرة كاملة. بيكي بيكي زنق نفسه تماما، وفاول فاول لصالح البرشا. شوف زعله ازاي لعيبه فايوكانو، بيحاول يأسرع على طول. سكند كات وتحركات لعيبته. ادي الانطلاقه تاني على طول، يا سرعتهم. تاني على طول ارتور عميقه الى سواريز، يحضر على طول رافينيا داخل في العمق. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، القائم القائم يحرم برشا من هدف التقدم. وفاول لصالح رايو محترم وبالثنائيه، ولكن من غير ميسي نفتقد نقاط. انطلاقه مورينو، العرضيه من تاني، ولكن ألبا يغطي رافينيا. ادي الباص العميق هذه المره، لكن طميله زي ما حضراتكم شايفين. ادي الركنيه السريعه على الايمن زي دي توماس تقريبا. ادي على طول الباص الامامي، لكن تامين دفاعي نجم البرازيلي بوسكيتس، واللمسه الواحده على طول. راكيتيتش ضغط عليه، فاول وانذار، ضغط عليه بشراسه المعظيم بحجم البرشا. تاني على طول ألبا، الله الله الله، اللاعبين السريعين جدا جدا جدا، شمال يمين على طول، يلعب في الجبهتين ما عندوش. روبرتو تحرك جميل، ما فيش اوفسايد يا ولد. مش ممكن مش ممكن مش معقول، عمل تكتيكي ومهاري على اعلى مستوى، ماشي تحكيم ممتاز. ادي الانطلاقه من تاني، اقصى اليسار، عرضيه جميله، لازم يكون فعال اكتر من كده. رافينيا لازم يكون مؤثر. فرصه تاني، مش معقول مش معقول، لا 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 لا، دير شتيج الحارس الالماني الكبير. يا هقول لكم على مفاجاه بخصوص هذا الفريق بعد اللقطه دي. تاني على طول سيرجي روبرتو، وادي الواحد على واحد، يا جماله يا جماله. مورينو بالعرض عملها له ضربه الراس من جديد، يحضرها تماما. فازوا مباراة واحدة فقط على الفريق اللي صاعد معاهم من الدرجة العالية جدا جدا. تاني بعرض الملعب، اوف سايد اوف سايد، تسلل تخطي كولتورا، تاني مش معقول، التاني مش
جماله يا جماله، شوف الحلول اللي عندهم، شوف السرعة والقلق اللي عندهم، مش ممكن. أقصى اليمين على طول بيكي إلى ديمبلي، يقف عليها كويس، يا ولد على طريقة ألبا، يراوغ يعدي يمر، القادم قد يكون أمر. من جديد أقصى اليسار بوسكيتس، ألبا بعرض أكتر وأكتر، بدأت المجازفة أكتر وأكتر، ديمبلي والعرضية الهري، وانجا يصور ولكن تشتيجن على طول يمسك على مرتين. مش اللي بيعمله الفريق قبل الأخير في الجدول، تاني تحضير والتصويب ولاعين ولا زال عندهم قدرات. البرشا يبحث عن التعويض، فرصة تعادل ولكن تاني على طول أقصى اليسار الخطير المزعج المقلق صاحب الهدف الأول موجود عنده، أدي الانطلاقة من تاني، مورينو بوزو العرضية من جديد ولكن نفس ما دي المشكلة المتبقية في 12 دقيقة غير وقت ضايع. ديمبلي والمهارات الفردية لازم يمتعوا بالصحة، أدي الانطلاقة تاني وأدي المساحات وبدأ سواريز يصور ولكن على طول حارس المرمى ألبرتو جارسيا، ألبرتو جارسيا أول مرة يهرب سواريز بهذا الشكل، ما حصلش في الشوط الأول. ودخوله في العمق فجأة، سيرجيو روبرتو ما راحش، راكيتيتش بالكام نو، لكن وارد جدا النهارده الامور تتعدل. تاني على طول على طول الى ديمبلي، ديمبلي اشتغل بعرض الملعب، العدد زاد مفيش حاجه مؤثره، يا سلام يا قلب لعيب، يا قلب لعيب، العرضيه من تاني، الله الله الله، ولكن حارس المرمى يتفوق في مواجهه فيها البرشا بعد ما يكون فاز في الكلاسيكو. من جديد من الجدد للبرشا الحيويين بالزيادة العددية، وادي ديمبلي عملوها خلصوها وبأقدام بطل العالم سجلوها، ديمبلي الفتى الأسمر يسجل هدف التعادل ويحرم أصحاب الأرض ويحرم فايوكانو من انتصار غالي وعزيز. ديمبلي رابع أهدافه هذا الموسم، تاني بعرض الملعب خطير ومش مقول، لا 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 لا، هو أسطورة أرجوانية، أسطورة أرجوانية في غياب ميسي، حضرة سواريز بقيمته بهبته بكفاته بقدراته، كيف يترك حر طريق، كيف يترك حر طريق وهو أكثر من يعرف الطريق، ينفرد بصدارة هداف دي ألبا. من جديد انطلق، عدى ومر وفات، أول الأهداف ولا إيه؟ أول الأهداف ولا إيه؟ عملوها وبأقدام سواريز سجلوها، الله 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 الله، كيف يترك حر طليق، كيف يترك حر طليق وهو أفضل من يعرف الطريق. نعم يسجل سواريز، لعب ضغطين، فرصة تصويب يا ولد، يصوب، الله 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 الله، عملوها خلصوها وفي مرمى البرشا سجلوها، فرحة وأي فرحة، فرحة وأي فرحة، إقدام وأي إقدام، كلهم طلعوا لقدام، فايوكانو تعظيم سلام، واحد واحد، تخطي كولتورا، والتاني مش معقول، التاني مش معقول، يوم تاريخي، يوم تاريخي وهدف من جديد تاريخي، عملوها من تاني وخلصوها من تاني، وسجلوا الهدف التاني. البرشا الحيويين بالزيادة العددية، وادي ديمبلي عملوها خلصوها وبأقدام بطل العالم سجلوها، ديمبلي الفتى الأسمر يسجل هدف التعادل ويحرم أصحاب الأرض ويحرم فايوكانو من انتصار غالي وعزيز. ديمبلي رابع أهدافه هذا الموسم، تاني بعرض الملعب خطير ومش مقول، لا 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 لا، هو بس هو أسطورة أرجوانية، أسطورة أرجوانية في غياب ميسي، حضرة سواريز بقيمته بهبته بكفاته بقدراته، كيف يترك حر طريق، كيف يترك حر طريق وهو أكثر من يعرف الطريق، ينفرد بصدارة هداف